السلام الله عليكم. معكم حفيدة دراما من المغرب، مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية. أريد أن أشارك بهذه القصيدة في مناظرة competition، مسابقة مناظرة. من حق غيري أن يحيا كما يشاء، من حق غيري أن يصبو إلى الرقي والنماء، من حق غيري أن يحظى بالطمأنينة والاحتواء وأن يطمح إلى الازدهار والرخاء، من حق غيري أن يحيا عيش السعداء دون أن يتصور اللقمة ويفترش الأرض ويلتحف بالسماء، من حق غيري أن لا يحيا محاصرا ومطاردا بدون غداء ولا كساء ولا حتى دواء، من حق غيري أن لا يعيش على التسول والاستعطاف والاستجداء لحق وهبه إياه رب السماء وسلبه إياه عباد طغاة جبناء، من حق غيري أن لا يعامل كمواطن من الدرجة الثالثة في موطنه ويدفع الضرائب وفوقها الولاء، وحقه يغتصب صباح مساء، من حق غيري أن لا يعيش على الهامش ويعامل بجفاء في أبسط حقوقه كمواطن بلا كرامة ولا عهد ولا وفاء، من حق غيري أن يحيا كما يشاء دون ميز أو أفضلية أو رياء، من حق غيري أن يحظى بتكافؤ الفرص بلا عناء ونكون كلنا في الحقوق والواجبات على السواء، من حق غيري أن يعبر عن رفضه ويؤخذ رفضه بعين الاعتبار بلا استياء، فمتى تستيقظ يا حكامنا من سباتكم لنرفع تظلماتنا إليكم بكل شفافية وكبرياء ونطالبكم بعدل الخلفاء. شكرا، انتهى.